السلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميع. بعد ما تكلمنا في السيريز اللي فات عن الفور إن إنسايد أوبجيكتس وتعاملنا بقى مع موضوع الميثودز والكلام ده، رح نحكي إن شاء الله بإذن الله اليوم عن الفور ميثود بالأكشول يا جماعة إن الري مع الري، وفيها نحاول نوضح مفهوم جميل خالص. كنا بنقول أنا يعني السيريز اللي فات كنا بنتعامل مع الأوبجيكتس، وكنا بنسمي يا جماعة حتى هو في المكتبات بتاعت MDN كان بيقول لنا الستيتمنتس الإتريت as a specified variable over all the enumerables properties of an object. يعني ايه يا جماعة؟ يعني لو انا عندي object وليه properties، البروبرتيز بتاعت الاوبجكتس هي اللي انا بسميها enumerables. الكلمة اللي انا مش عارف انطقها دي يعني، تمام؟ او بصوا يا جماعة الكلمة دي تمام، هي بتمثل لي البروبرتيز اللي بتتحط جوا object، تمام كده؟ يبقى لما انت بتتكلم عن بروبرتي جوه اوبجكت بتسميها الانومرابل دي، تمام كده؟ حلو. لكن لما انت بتتكلم عن 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 اري فيها عناصر يبقى انت بتتكلم عن ايه؟ عن اندكسز. ادي فاهم يا رب انت تكون فهمتني كده، تمام كده؟ اندكسز ايا يكن بقى، تمام؟ سامحوني يا جماعه، تمام؟ ده القصد ان نوضح بس مفهوم يعني ايه انومرابل وايه الفرق ما بينه وما بين موضوع الاندكس في الاري. ده الخلاف بين الاثنين. خلينا ندخل في حلقه اليوم نتكلم فيها عن فور ان مع الاري. تمام، خلينا كده نعرف فار ونقول مثلا ايه بيساوي، وده هيكون عباره عن اري فيها مثلا 1 و2 ومثلا 3. هنا هنخليها ايه؟ هنخليها فيها ارقام بس، يعني مش هنخليها فيها عناصر مختلفه، اوكي؟ رايت ديت الاري تبعنا، وادي انتر. لو انا قلت له ايه مثلا انتر هيقول لي فيها 3 عناصر كذا وكذا وكذا، تمام كده؟ انت عارف ان انا لما بحب انده على العنصر اللي الاندكس بتاعه مثلا 0 واقول ايه؟ بقول ايه؟ وافتح مش عارف ايه واقول 0 وهيروح انقط، انا اسف علشان حطيت سيميكولين، هيروح يجيب لي العنصر اللي الاندكس بتاعه 0. حلو كده؟ جميل خالص. انا بقى لو انا عايز استخدم جمله فور، خلينا نقول فور كده ونفتح وادي الكيرلي بريسز تبعي وهقول له الفاريبل بتاعي، تمام؟ انا هقول له var واعرف متغير اسميه ب ان انسايد داخل جوه الاوبجكت او جوه اسف جوه الاري اللي اسمها ايه. حلو كده؟ وده معناه ايه يا جماعه؟ السطر ده نفس اللاين ده بنفس الترجمه مع مين؟ نفس الترجمه اللي احنا عالجناها مع الاوبجكت هنعالجها مع الاري، لكن كنا بنتكلم مع في الاوبجكت عن ايه يا جماعه؟ عن اني مثلا اهو حتى احنا كنا موجودين فيها فوق، يعني لو انا كان عندي مثلا اوبجكت والاوبجكت ده فيه مثلا مجموعه من العناصر، زي مثلا لو كانت العنصر الاولاني مثلا تايتل وليه قيمه، مثلا العنصر الثاني كان عباره عن نيم وليه قيمه وهكذا، كنت بقول لك انك بتمشي بنفس الترتيب، وده كان عباره عن مثلا 1 وده كان عباره عن 2، والاثنين دول هم اسمهم ايه؟ هم اسمهم الكلمه العجيبه اللي سميناها enumerables ديت، تمام؟ فهو بيتعامل مع دول بنفس الترتيب. المره دي لما يكون عندك اري بقى فهو بيتعامل مع مين يا جماعه؟ بيتعامل مع الاندكسز بنفس الترتيب. حلو كده؟ طيب يعني ايه القصه؟ يعني الكلام ده معناه اني بص يا سيدي، في الحاله الاولانيه انت اسنت عملت فاريبل سميته بي وعايز تخليه ياخد كل قيم الاندكسز بتاع الايه؟ على حسب عدد الاري. يعني في الاتريت الاولاني قيمة البي هتاخد اول عنصر اندكس بتاعه 0 في الاري، يعني البي في الاول اتريت هتكون قيمتها 1، الاتريت الثاني هتكون قيمتها 2، الاتريت الثالث هتكون قيمتها 3. انت بتستخدم خصائص الاري مع الفور مع اللوب، تمام كده؟ في الاوبجكت كنت بتستخدم ترتيب ديت الفرق. طيب ماشي، خلينا كده نقول هنقول كونسول لوج، نكتب على طول مثلا كونسول دوت لوك. وانت عارف لو انا الموضوع ده سهل وبسيط وممكن يكون سبق، يعني مش مستاهل ان احنا ماشي. لو انا قلت له مثلا انني عايز الايه العناصر بتاع البي لكل ايه،
فبالتالي هي انت عارف النتيجه هتطلع مسبقا ايه، عباره عن 1 2 3 بنفس الترتيب، لان انت بتقول له انا هو بقول لك انا ايه اللي هيحصل، يعني انت عايز من ايه، عايز من ايه قيمه البي في الايتريت الاولاني ادالك اول عنصر ايه، الايتريت الثاني ادالك 2، البي بتتغير قيمتها لانك ادالتها. طيب لو احنا عايزين نثبت، لا عايزين نوضح مثلا ان الاندكس اللي قيمته 0 هو اللي فيه الاندكس اللي انا اسف الاندكس اللي ترتيبه 0 قيمته 1 اندكس الكلام ده، فهنضيف سطر ثاني يعني مثلا ايه اند كده، وهنحاول نطلع فوق نقول مثلا برضو كونسول دوت لوج، وهنكتب المره دي ممكن نكتب نص يعني تمام، نكتب نص نقول مثلا اندكس نمبر از وناخد مسافه ونعمل زائد اوبريتور و بي، انت عارف ان البي كده كده هتمشي مع ايه، اصل الريب تتعامل مع الاندكسات تمام كده، وتحت بقى هنقول برضو نضيف سترينج ونعمل اوبريتور زائد وهنقول index value is فوق الرقم اللي هو قيمه البي، والبي بيتعامل مع مين، لو انت عايز البي مش قيم وقيم الاندكس يعني البي هيمشي مع 0 1 و2. النقطه الثانيه انت عايز تحط ايه، تحط العناصر اللي بيمثلها البي اللي جوه الاري، فده القصه، ده الفرق ما بين الاثنين. فانا لو عملت انتر دلوقتي هيقول لي index number 0 اول حاله يعني في اول اتريت قيمه البي بزيرو والاندكس زيرو. جميل، الفاليو بتاعتها في الاري بتكون عباره عن كام، اول عنصر عباره عن كام في الاري انت معرفه، 1، فراح اكتب لك 1، الاندكس اللي ترتيبه رقم 1 اللي هو العنصر الثاني، القيمه اللي فيه 2، وهكذا بالنسبه ليه باقي العناصر. يلا قوم وفرت انت زي ما تكون، سبحان الله اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.